وكأنه ليس جزءا منه. بارزاني يطالب العراق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة، وحكومته تدعو المجتمع الدولي للتدخل. قبل الشروع بالتظاهرات، عمليات كركوك تشترط الموافقات، والسودان يزور المحافظة قريبا تمهيدا لميثاق وطني. بنجاح منقطع النظير، الداخلية تعلن انتهاء الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين، وتوجه بإعادة القطاعات لوضعها الطبيعي. لم يسلم منها الموتى، ضرائب جديدة تفرضها حكومة لبنان بموازنة العام المقبل، والمسؤولون يواصلون سياسة الاستغناء عن الليرة. أهلا بكم. في تغريدة عدها البعض اعترافا صريحا من رئيس وزراء الإقليم بأن كردستان ليس من العراق، دعا رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني العراق كما كتب في تغريدته إلى إرسال حصة الإقليم من الموازنة. وقال بارزاني إن الإقليم مرر الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات وأدى ما عليه من التزامات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان. في غضون ذلك، طالبت حكومة إقليم كردستان العراق دعم المجتمع الدولي للحصول على ما سمته حقوق الإقليم الدستورية، وكذلك دفع المستحقات المالية. بيان لحكومة الإقليم طالب بدعم المجتمع الدولي بشأن الموازنة، مشيرا إلى أن رواتب موظفي الإقليم لم تدفع منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة. وأشار البيان إلى أن إدارة أربيل أدت جميع مسؤولياتها تجاه حكومة بغداد، غير أن الأخيرة لم ترسل أي مبلغ لرواتب شهري تموز وآب، وأرسلت 500 مليار دينار فقط لشهر أيلول. أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد خوشناو أن الخلاف الكردي الكردي هو أبرز أسباب الأزمة بين أربيل وبغداد. خوشناو في حديث للرابعة أشار إلى أن صلب الاختلاف الآن ينصب في عدم إقرار قانون النفط والغاز. وأعتقد أنا بأن العلاقة بين إقليم كردستان والسلطة الاتحادية وتعثر هذه العلاقة سببه الخلافات الكردية الكردية. الاختلافات الكردية الكردية إن صلحت وانتهت وذهبنا بمسار وعمل ورقة عمل مشتركة وأجندة مشتركة، بالتأكيد نستطيع أن نتعامل مع بغداد وفق الدستور. نعم، بغداد تريد أن تفرض بعض وجهات نظرها في كركوك، في نينوى، في سهل نينوى، في صلاح الدين، وحتى في بما يتعلق بأربيل ودهوك وسليمانية وحلبشة، لكن هذا الاستحصال يأتي من ضعف إقليم كردستان بسبب الاختلافات الكردية الكردية. إذا نجحنا بالذهاب إلى جبهة عمل مشتركة، ورقة عمل مشتركة، تخطينا المشاكل الداخلية، أنا باعتقادي سنستطيع أن نتعامل مع السلطة الاتحادية دون أوراق ضغط كما يروج هنا وهناك. اختلافات دستورية، اختلافات في وجهات النظر، صلب الاختلاف هو تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي. الاختلافات الكردية الكردية أثرت على الموقف الكردي، كما الاختلافات الشيعية الشيعية في مرحلة من المراحل أثرت على الموقف الشيعي وكذلك السني أيضا. لذلك الآن هذه الاختلافات تؤثر على قوة حضور الكرد وأجندة الكرد ومتبنيات الكرد وخطاب الكرد. من جديد عادت حرب الاتهامات بين المركز والإقليم إلى الواجهة، فالاتفاق الذي عقده رؤساء الحكومتين في بغداد لم يستمر طويلا بعد أن اصطدم بقضية تحويل الأموال التي تناسبت عكسيا وأعداد موظفي كردستان. على ما يبدو أن الأزمة بين بغداد وأربيل لا تزال مستمرة رغم التصريحات الحميمة التي يدلي بها المسؤولون وحديثهم عن حل المشكلات الممتدة منذ نحو عقدين من الزمن. فعلى الرغم من اللقاءات بين رؤساء حكومتي المركز والإقليم والإعلان عن اتفاق يضمن حقوق الجميع، جاء قانون الموازنة ليهدم أركان الاتفاق بشكل تدريجي. أزمة المركز والإقليم تفاعلت في الأيام القلائل الماضية
بعد إرسال الحكومة للأموال التي لم تجدها كردستان كافية، مما أدى لعدم دفع جميع رواتب الموظفين، مما دفع الإقليم لإبداء استغرابه عن امتناع المركز من إرسال مخصصات الموازنة لكردستان، لا سيما مع تنفيذ الإقليم كامل شروط ومطالب الحكومة الاتحادية وفق قوله. واختلفت المواقف المتصاعدة والمتشنجة بين الطرفين، إذ طالبت حكومة الإقليم العراق وفق تعبير رئيسها بإرسال حصة كردستان من الموازنة وتدخل المجتمع الدولي للحصول على ما سمته بحقوقها المشروعة وتسليم رواتب موظفيها المتأخرة منذ شهرين. يأتي هذا بعد إعلان وزارة المالية الاتحادية توقيع اتفاقية مع مالية الإقليم لسداد رواتب موظفيها. أزمة كركوك صعدت الخلافات بين الطرفين المتصارعين على قانون الموازنة الذي لم يتوصل إلى اتفاق حقيقي بشأن صرف أمواله، ليصعد الإقليم حدة التصريحات وأبات الهجوم حكوميا إلى جانب الاتهامات السياسية، وبين تصريح هنا وآخر هناك تزداد المخاوف من تصاعد الأزمة نحو اللا عودة بين الحكومتين. أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر عن قلقهما بشأن أوضاع كركوك الأخيرة. بارزاني والخنجر خلال لقائهما في أربيل شددا على ضرورة حل الخلافات بين مكونات كركوك بالطرق السلمية والجلوس على طاولة الحوار. كما تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. في غضون ذلك، كشف القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة عن زيارة مرتقبة للسودان إلى كركوك. عودة قال إن زيارة السودان إلى كركوك متوقعة في القريب العاجل، مؤكدا أن قرارات مهمة ستصدر أبرزها ما يتعلق بالإشكاليات الأمنية والسياسية وصولا إلى خارطة طريق تمهد لميثاق وطني ينهي السجالات والأزمات في كركوك. بدورها، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها تشكيل وفد نيابي لزيارة كركوك والاطلاع على تفاصيل الأحداث الأخيرة. وقال عضو اللجنة صلاح زيني إن الأزمة في المحافظة مثيرة للقلق، وأن الأمن النيابي متواصلة مع القيادات الأمنية للوقوف على آخر المستجدات، لافتا إلى أن الوفد النيابي ستكون مهمته وضع حلول حقيقية وجذرية تسهم في عدم تكرار الصدامات التي حدثت ولوضع المحافظة في الاتجاه الصحيح. هذا ودعا قائد عمليات كركوك الفريق الركن جبار الطائي المتظاهرين إلى استحصال الموافقات قبل الشروع بأي تظاهر. الطائي وفي حديث للرابعة أوصى المتظاهرين بعدم اللجوء إلى إغلاق الطرق أثناء خروجهم بأي تظاهرة. التظاهر حق كفله الدستور العراقي، وبما أن الأجهزة الأمنية هي الحارس الأمين للدستور فستكون الأجهزة الأمنية هي الحارس للمتظاهرين. ما نطلبه من الأخوة المتظاهرين أسوة بدول العالم المتحضرة هو استحصال الموافقات للتظاهر وتحديد المكان وعدد المشاركين في كل مظاهرة ومدة البقاء بالمكان. الموضوع الآخر، وصيتي أنه يجب الابتعاد عن قطع الطرق، لأنه الطريق تعرفين قارعة الطريق هي ملك للجميع، فهنالك المريض الذي يحاول الوصول إلى المستشفى وهنالك الطبيب الذي يحاول الوصول إلى المستشفى لمساعدة الآخرين، هنالك نقل للحاجات الآنية حتى تصل إلى مكانها المواد الغذائية. فالوصية الأخرى هو الابتعاد عن قارعة الطريق وفسح المجال للمارة. طالبت الأحزاب الكردية في كركوك الرئاسات الثلاث بتسليم الملف الأمني في المحافظة إلى الشرطة المحلية وفتح تحقيق بالأحداث الأخيرة. الأحزاب الكردية عقب اجتماع لها طالبت أيضا بإنهاء التواجد العسكري في المدينة وإعمار الطرق المتضررة جراء الأحداث الأخيرة. هذا البيان إلى
كل من الرئاسات الثلاثة في الحكومة العراقية والأحزاب والجماهير في كركوك المتآخية. أولا نطالب بتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية في كركوك وإنهاء المداهمات والمظاهر العسكرة في المناطق الكردية. ثانيا خروج الجيش والحشد الشعبي إلى خارج حدود المحافظة لأنهم لم يقوموا بمهامهم وفق القانون والدستور. ثالثا نطالب بالتحقيق القضائي لكل من ساهم في استفزاز المقدسات القومية الكردية مما أدى إلى استشهاد وجروح العديد من المواطنين المدنيين الكرد. رابعا نطالب بالتحقيق الإداري والقانوني لمحافظة كركوك وكالة لأنه لم يكن محايدا خلال الأحداث التي جرت في محافظة كركوك. خامسا نطالب بإعمار الطرق والخدمات في مناطق التي تضررت بسبب قطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل. من السليمانية انضم إلينا مشاهدين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف. أهلا بك سيد برهان. كركوك والأحداث الأخيرة وما رافقها من أزمات، ممكن القول أنها انتهت مع قرار المحكمة الاتحادية أو ما زالت مستمرة بخصوص مقر العمليات؟ تحية لكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك. حقيقة كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها المشمولين بمادة 140 من الدستور العراقي يعيشون في ضغط خاص لهم حساسية ويجب أن يتعاملوا بصورة خاصة بمعزل عن المحافظات الأخرى كلها باعتبار كركوك عراق مصغر يتكون جميع مكونات الشعب العراقي كرديا عربيا كرديا ومسيحيا وسنة ويحتاج إلى العدالة والإنصاف بالتعامل مع المكونات ومراعاة المقدسات وخصوصيات كل مكون من هذه المكونات السلطات المحلية الأمنية يحافظ الأمن والدستور العراقي ويوفر الحرية الرأي والتجمع ولكن سياقاته الأمنية دون اعتداء على المال دون انقطاع ومسكات الخطوات العامة وأشغال الخاصة ويحتاج السلطات والسلطات الأمنية في المحافظة أن يكون محايدا وينفذ القانون مع الأسف الشديد خلال أيام الأخيرة عكس هذا ما شيخ برهان واضح. يعني سؤال أيضا نسأل عن لماذا هذا الإصرار؟ الكل يعلم أنه في كركوك وفق ما صرح أهالي كركوك بأن في كركوك الكثير من المقرات العسكرية، لماذا يصر الحزب الديمقراطي على شغل مقر عمليات كركوك وهو يعرف ويدرك أهمية ورمزية هذا المقر لأهل المحافظة، لماذا؟ حقيقة مسألة المقر ليس شيء مهم ويجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع أحزاب الأخرى أن لم يجعلوه مشكلة كبيرة وأن يحدث ما حدث وحالات الاحتكاك بين المكونات، ولكن بالنسبة للمكونات الأخرى ليس من شغلي التدخل في شؤون القرارات الدولة ورئيس الوزراء أو اتفاقات، هذا شأن سياسي وعلى الجميع المكونات أن يحترم ويلتزم بالقرارات الحكومة. صحيح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس بإمكانه لديه 20 مقر في محافظة كركوك أن يستفاد منها وأن يأخذ مقره في مرحلة أخرى ليس إصرار الآن، ولكن هو الصيد في ماء العكر ومحاولات انتباه جذب انتباه الناخبين المحافظين على الانتخابات المجالس المحافظات في شهر كانون الاول القادم، ومع العلم بان الجهات التي اجتمعوا امام مقاطعه المتقدم في الكركوك هم جهات سياسيه لديهم علاقات صداقه واضح شيخ برهان. نعم كان بودنا حقيقة طرح المزيد من الأسئلة والاستفهامات حول الأوضاع في كركوك، لكن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت وأنه غير واضح بشكل كبير. أشكرك عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف لانضمامك إلينا، شكرا جزيلا لك.
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته السبت المقبل بجدول أعمال يتضمن قراءة عدد من مشاريع القوانين. الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت أن الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، والقراءة الأولى لمشروع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام، فضلا عن قراءة قوانين أخرى. إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل 2015. عضو لجنة رائد المالكي أوضح أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة التي صوت عليها البرلمان من الممكن الطعن بها كونها لم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وأشار المالكي إلى أن الاتفاقية لم يمع واشنطن انتهت ولم يعد للطعن بها جدوى. تقييمات غير مكتملة حتى الآن أم ضغط سياسي؟ تتباين الآراء بشأن تأخر تقدير عمل المسؤولين الحكوميين، وبين الضغط الحزبي وتأخير التقييم تدفع مؤسسات الدولة ثمن تلكؤ بعض المسؤولين وعدم كفاءتهم. تتأثر القرارات الحكومية بالمناخ السياسي المتقلب الذي تشهده البلاد، فموعد التعديلات الوزارية التي تحدث بها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قد يتأجل للمرة الثالثة إلى ما بعد الانتخابات المحلية، الأمر الذي يعزوه البرلمان إلى عدم اكتمال التقييمات للمسؤولين. بدأنا عمليات التقييم على حسب ما ورد في هذا البرنامج الحكومي، مناقشة أغلب التحديات، ما هي البيانات الواردة، نقاط القوة، نقاط الضعف أين موجودة، محاولة التوصيات بالمرحلة القادمة استنادا للتقارير أيضا الواردة من وزارة التخطيط، الفجوة المكانية ومناقشة الفجوة المكانية، المستهدفات هل هي تعتبر أولوية أولى أو لا، التنسيق فيما بين البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري من ناحية الأولويات، هذا كان صلب عملنا ونقاشنا المستفيض مع الوزارات. لحد الآن تم استضافة 6 وزارات معنية وما زلنا في طور إكمال باقي الوزارات. كنا نأمل في البرنامج الحكومي أن يكون موضوع تقييم للمحافظين والمحافظات وعملهم أو إبراز العفو للمحافظين والمحافظات وعملهم، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة أو الهيئات المرتبطة بالسيد رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء. ولا تخلو تلك التأجيلات لتقييم عمل الوزراء بناء على ما ورد في بنود المنهاج الحكومي من التدخلات السياسية التي أخذت تطغى على أغلب القرارات المفصلية وفقاً لمراقبين. هنالك أفكار خاطئة لبعض القوى السياسية أنها هنالك استهدافات من السلطة التنفيذية أو من بعض الجهات السياسية في عملية التغييرات الوزارية. التغييرات الوزارية واجبة على جميع القوى السياسية باعتبار أنها خولت رئيس السلطة التنفيذية في الإدارة التنفيذية، وبالتالي لا يكون هنالك خلط ما بين التغيير الوزاري وما بين المستقبل الانتخابي. وتتوقع أوساط معنية بالوضع السياسي أن أغلب الوزراء الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة المقصرين في أداء مهامهم التشريعية ينحدرون إلى أطراف حزبية مؤثرة في المشهد السياسي. ويشكك مراقبون بالوعود الحكومية بشأن إجراء التقييمات الوزارية، وذلك بسبب خشيتها من القوى السياسية المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة قبيل إجراء الانتخابات المحلية. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة. أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق مدير أحد فروع المصرف الزراعي في ديالى ووكيلته بتهمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملان فيها. بيان للنزاهة ذكر أن الأضرار نتج عنها إقدام مدير المصرف على صرف 4 قروض زراعية بمعاملات مزورة لشراء منظومتي ري وطاقم ضخ ومنقية بذور بمبلغ قدره 100 مليون دينار خلافا للضوابط، وعن طريق تزوير بصمات المقترض في أوليات صرف معاملات القروض الزراعية. تواصل أسعار صرف الدولار الارتفاع في الأسواق المحلية والصيرفات،
مراسل قناة الرابعة ذكر أن أسعار البيع بلغت 154,000 دينار لكل 100 دولار، مبينا أن سعر الشراء للدولار سجلت 152,000 دينار لكل 100 دولار. لم تكن إجراءات البنك المركزي والحكومة كفيلة بالحد من ارتفاع سعر الصرف، فمع استمرار فارق الدولار في السوق الموازي تتواصل معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار. في صعود مستمر يواصل الدولار قفزه في السوق المحلي ليتجاوز هذه المرة عتبة 155، ولا نجاح للتحركات الحكومية وحزم البنك المركزي في تطويق أزمة الصعود التي انعكست بدورها على الواقع الاقتصادي بشكل ملحوظ. خطأ، هذه مال تحويل العملة وتهريب العملة، عملية أسسها الفساد، والفساد منين جاي؟ من الدولة، نتيجة تعامل الدولة مع الفاسدين في القطاع الخاص سبب هاي المشكلة. اتساعنا في الفارق بين السعرين الرسمي والموازي يمتد لأكثر من 20 مرتبة لأسباب يتعلق بعضها بعمليات الاحتكار التي تعمل عليها شبكات الفساد وتهريب العملة إلى الدول المجاورة وعدم التزام بعض التجار بسياسة المنصة الإلكترونية التي تعمل عليها إدارة البنك المركزي. عصابات كبيرة جدا لا يمكن السيطرة عليها اللي يدير هذه العملية، وعصابات من دا أقول هي من داخل الحكومة، بس لحد الآن ماكو شفافية حقيقة. صح الحكومة قاعدة تركض وراهم محمد الشاع السوداني أنطى عهود كبيرة على ملاحقة الفساد، بس يا ترى هل يستطيع؟ أنا أقول لك من الصعب جدا، لأن هذا الملف شائك جدا والمتورطين ناس كوار. ويرى خبراء الاقتصاد عدم إمكانية البنك المركزي وحده بالسيطرة على سعر الصرف بحكم عدم وجود سياسة مالية تتحكم بالسوق وهي متأثرة بالسياسة الاقتصادية. وبما تلقيه أزمة الدولار من ظلال على الشارع العراقي يتطلب حراكا حكوميا جادا من جميع الجهات لاحتواء هذه الأزمة واقتصار تأثيراتها. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى 91 دولار للبرميل الواحد بعد توقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية. ونقلت مصادر بالسوق أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت إلى 5,500,000 برميل في الأول من أيلول. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات قريبا. بين جشع أصحاب المولدات الأهلية وسوء تجهيز الكهرباء تزداد معاناة المواطنين لا سيما خلال فصل الصيف، الأمر الذي تطلب وقفة جادة لحل هذه المعضلة المزمنة. معاناة المواطنين تتواصل ولا سيما مع طول ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية وجشع العديد من أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الحكومية، حيث أجبر مواطنون في بعض مناطق العاصمة على دفع 20,000 دينار للأمبير الواحد من دون محاسبة الجهات التنفيذية لهم. والله بالحقيقة الواقع يعني ماكو واقع يخفى عليها هاي الأمور، يعني كل احنا نضمن بيها ونعيش نفس الظلم ونفس المعاناة ونفس يعني إذا جاز التعبير ما أدري شلون أقولها، يعني ذلة. يعني أكو مناطق نسمع يقولون 20 و25 رجعوا، بس وين المشكلة؟ لله يعني، فلا بد يشتغل في الدور للدولة للحكومة، مثل ما نقول فد يعني ما نقول احنا هي الضاربة ما بيد العنف، بس لازم يصير فد قانون مفعل. يعني شو نسوي؟ واي صارت مشاكل بخصوص الكهرباء، يعني بين الاهالي وبين ابو المولد يقول لك انا غاز ما عندي، يعني واللود علي صار، يعني عنده هواي اشكالات اكيد. بس انت كمواطن يعني ينتظر الكهرباء الوطنية تستقر، يعني احنا الكهرباء الوطنية مو بس يعني كهرباء، المشكلة البنى التحتية مال الكهرباء الوطنية مو زينة. وبرر أصحاب المولدات رفع سعر الأمبير أعلى مما هو محدد وفق التسعيرة الحكومية إلى غياب الدعم وتأخير وصول الحصة الوقودية في وقتها المحدد وقلة الجاز المجهز لهم وفق قولهم. مو سوى هو احنا مثلا هسه احنا عندنا هنا كل شهر يجينا المفتار وعلى حسب التسعيره واحنا نسجل ونوقع، اخذوا على 20 18
هيك تقريبا، بس اكو مناطق بالدوره نسمع بيها يقولون لا ياخذون 20 فوق ال 20 تقريبا. ويرى متابعون ان ملف المولدات الكهربائيه يحتاج الى وقفه حقيقيه واعاده هيكله جديده تبعد المتنفذين وتنهي عنادهم بما يؤثر في المواطن. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد. أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري انتهاء الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية. الشمري أكد أن القطاعات عادت إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء حالة الإنذار جيم. وأشار وزير الداخلية في وقت سابق إلى أن الخطة تم الإعداد لها مبكرا، وسبقها تنفيذ عمليات استباقية استخبارية مركزة في المحافظات القريبة من محافظة كربلاء. انتهت زيارة الأربعين بعد أن نجحت كربلاء المقدسة باحتواء أكثر من 20 مليون زائر خلال أيام معدودات باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة أسهمت بحل جميع المشاكل. يتساءل الكثير ممن يتابع مجريات الزيارات المليونية يوميا، كيف تتمكن هذه المدينة من إدارة تواجد أكثر من 20 مليون زائر في أيام معدودات؟ والميدان يجيب عن جزء من هذا الاستفهام. أنا الساعات يوميا لا تقل ساعات العمل عن 18 إلى 19 أو 20 ساعة، بالأيام الأخيرة صارت 20 ساعة أيام الزيارة. شفته بالعام الماضي تحديات. أول تحدي كان عندنا كبير جدا هو تحدي المياه الشرب الباردة صراحة، يعني في موضوع توفير المياه الشرب الباردة وموضوع مادة الثلج اللي فقد في فترة الذروة، واضطرينا نجيب من محافظات العراقية البعيدة وحتى قد يكون قسم من عندها من خارج العراق. في هذه المرة عندما طرحناها في اجتماع اللجنة العليا برأس السيد رئيس الوزراء اتخذ إجراءات وتوجيهات. شفتوا الآن في هذا العام الحمد لله كانت تغطية رائعة جدا. في سابقة هي الأولى من نوعها، وكبت قناة الرابعة تفويج الزائرين والإشراف على سير الخطط الخدمية والأمنية عبر المقر المسيطر على إدارة الزيارة، حيث المتابعة بوتيرة واحدة وعلى مدار يوم كامل. تشكل المقر المسيطر تقريبا قبل 9 سنوات أو 10 سنوات للعمل في إدارة الزيارات المليونية. هذا المقر المسيطر يحتوي على عدة مضامين وعدة أجزاء لإدارة الزيارة المليونية. إلكترونيا أسهم تحول المدينة تجاه مشاريع المدن الذكية بالسيطرة على الواقع الخدمية عبر تطبيق كربلاء الذكية، الذي يسمح للوافدين والسكان بالتواصل مع الجهات المعنية لحل مشاكلهم في سرعة قصوى. هذه المنصة الرئيسية للتطبيق اللي تدير كل المنصات الحكومية للمؤسسات. هنا هذه الخارطة لمحافظة كربلاء مؤشر عليها مثل ما تشوفون حضراتكم، كل أعداد الشكاوى بألوان الحالات مالتها مثل ما نشوف هنا، لكل حالة لها لون معين اللي تم التقديم اللي تتقدم للمواطن تكون باللون الأزرق، اللي وصلت مرحلة الحل وانتهت تكون باللون الأخضر. مبدئيا احنا هذه أول سنة ننزل تطبيق كربلاء الذكية للعمل في الزيارات المليونية حقيقة. كيف ساعد هذا التطبيق الزائرين والمؤسسات الحكومية على تحسين وأداء الخدمات بالزيارة؟ مثل ما تعرفون حضراتكم في أيام الزيارات أنه مؤسساتنا تكون في مرحلة الإنذار، وإحنا ما نقدر نشتغل بالطريقة التقليدية اللي هي ممكن المواطن يتصل أو يخابر أو يروح على المؤسسة. هذا التطبيق مكن الزائر والمواطن من أنه يتواصل مع كل المؤسسات. من كربلاء المقدسة، مآثر طالب، قناة الرابعة. كشف محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي عن استقبال المحافظة أكثر من 12 مليون زائر من داخل وخارج العراق خلال الزيارة الأربعينية. الوائلي في مؤتمر صحفي أشار إلى أن جميع دوائر المحافظة استنفرت كل الجهود خلال أيام الزيارة لتأمين وتقديم الخدمات للزوار. محافظة النجف الأشرف استقبلت ما لا يقل عن 12 مليون زائر من داخل وخارج العراق، وقد تولت قيادة شرطة النجف الأشرف والجهات الأمنية الساندة المبينة فيما يلي: قيادة قوات الحدود وقيادة فرقة الإمام علي عليه السلام، مديرية الدفاع المدني ومديرية مرور النجف.
وسيتم توضيح ملامح أو أبرز ما قامت به القوات الأمنية من قبل السيد الفريق محمد قائد قوات الحدود. مع ذلك فإن مديرية الدفاع المدني شاركت ب 34 فرقة أطفاء ومديرية مرور النجف 100 دورية و 93 دراجة لغرض تأمين الحماية اللازمة للزائرين والمحافظة على المسارات المخصصة للزائرين والسيارات كل على حدة لتأمين استمرار الحركة في كلا المسارين، فضلا عن تأمين بادية النجف وكذلك توفير القوة اللازمة لإطار لا سامح الله. من جهتها أعلنت قيادة شرطة وسط نجاح الخطة الأمنية والخدمية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قائد الشرطة اللواء الركن محمد الفهد أشار إلى أن الخطة الأمنية هذا العام لم تسجل أي خرق خلال أيام الزيارة الأربعينية. نجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية اللي تم الإشراف عليها من قبل السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا وقيادتنا بتطبيق الخطة الأمنية، وشكرنا وتقديرنا لكل اللي قدموا وساهموا في إنجاح هذه الزيارة المليونية. شكرنا وتقديرنا لأبطالنا في قواتنا الأمنية اللي سهروا وانتشروا على طول الطرق، وأعتقد الإعلام إلى دوره الكبير في نقل الانتشار وتطبيق الخطة الأمنية وانسيابية الحركة. أيضا الشكر والتقدير للدوائر المحافظة واسط الصحية والخدمية كلها اللي استنفرت معانا وكانت هناك انسيابية عالية وتنسيق عالي من خلال فتح مركز تنسيق مشترك لكافة الدوائر. إلى ذلك أعلنت سلطة الطيران المدني أن مجموع الرحلات القادمة للبلاد خلال زيارة الأربعينية بلغ 1850 رحلة. رئيس سلطة الطيران عماد الأسدي قال إن أعداد الزائرين الذين وصلوا البلاد عبر الرحلات الجوية بلغ قرابة 257 ألف زائر، وبمجموع رحلات بلغت 1850 رحلة، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية هي للمدة الممتدة بين 15 من آب الماضي حتى 3 من أيلول الجاري. أنقذت فرق الدفاع المدني 20 زائرا أجنبيا من حريق اندلع في فندق بالنجف الأشرف. وأوضح بيان للدفاع المدني أن فرقها الخمسة التي شاركت في إخماد الحريق تمكنت من إنقاذ الزائرين من أعلى بناية الفندق الواقعة في المدينة القديمة وإخلاء عشرات الزائرين المتواجدين من دون تسجيل أي إصابات، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسبابه. بعد أن كانت دولة مصغرة للجماعات الإرهابية إبان سيطرة تنظيم داعش عليها، أضحت نينوى اليوم في مقدمة المحافظات من الناحية الأمنية أمر يعزوه مراقبون إلى الانسجام بين المواطنين والأجهزة الأمنية هناك. تحديات كبيرة خاضتها صنوف القوات الأمنية العراقية لبسط الأمن في محافظة نينوى بعد كشف الإرهابيين وجوههم علنا منتصف عام 2014 خلال سيطرتهم التامة على المحافظة، وما يزال الجهد الاستخباري يفضي إلى اعتقال مطلوبين في مناطق متفرقة بعد أكثر من 6 سنوات على التحرير بشكل شبه يومي. هنالك بيانات تصدر من بعض القوات الأمنية والجهات الماسكة للأرض في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، سواء كانت على الأطراف أو داخل مدينة الموصل، كل هذا يعطي انطباع حقيقي على أن هنالك تعاون كبير بين القوات الأمنية المتواجدة وبين المواطن. وبحسب تقديرات رسمية إن محافظة نينوى تتصدر المحافظات العراقية كأكثر المناطق أمنا في البلاد وتأتي بالمرتبة الثانية بعد أقليم كردستان، فيما يرجع مواطنون استقرار الملف الأمني إلى الانسجام التام بين سكان المحافظة والقوات الأمنية. لم تشهد محافظة نينوى منذ عام 2003 وحتى اليوم هكذا انسجام وهكذا تواصل بين القوات الأمنية والمواطنين في أبناء محافظة نينوى. ويؤكد أكاديميون اختفاء الفجوة بين سكان المدينة والقوات الأمنية والتي خلقتها الصراعات السياسية إلى جانب تعاون الطرفين والإخبار عن أي حالة مشبوهة في المدينة على الفور. هناك تلاحم
بين الجماهير في محافظة نينوى وقيادة العمليات وكل الفعاليات العسكرية، على العكس ما كان عليه في سابق 2014. تطور العلاقة بين سكان محافظة نينوى والقوات الأمنية أفضى إلى تصدرها حالة الاستقرار الأمني بين جميع المحافظات العراقية. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع. وأورد المجلس في بيان أن البرهان وجه القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات الأمنية الأخرى بتنفيذ القرار، مضيفا أن القرار يأتي بسبب مخالفة القوات لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع. فاجأت الحكومة اللبنانية مواطنيها بمشروع موازنة العام القادم الذي ناقشته اليوم في مجلس الوزراء باعتماد ضرائب ورسوم جديدة يستوفى عدد منها بالدولار في مسار مباشرة نحو الدولار. وتتضمن الموازنة المقترحة بندا مثيرا للجدل يقع تحت باب حماية البيئة، وهو فرض ضريبة على جميع السلع المستوردة ومن ضمنها النعوش التي تحتوي رفاتا بشرية، ما تسبب بموجة من الجدل وتفاعل واسع داخل الشارع اللبناني. هبة عياد مراسلة الرابعة في لبنان تنضم إلينا مشاهدينا الكرام. أهلا هبة، يعني لا أعرف إذا كانت هذه الفقرات حقيقية ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على النعوش والموتى، لو وضعتنا في تفاصيل جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة الموازنة. بداية مساء الخير علي لك وللمشاهدين. يعني كما ذكرت هذه الموازنة لم تطل فقط الأحياء وإنما أيضا الأموات في نعوشهم بهذا البند الذي ذكرته، هو مذكور نعم في موازنة 2024، فرض ضريبة على النعوش الآتية من الخارج على اعتبار أنها يعني لها تأثير بيئي وتدخل في إطار الاستيرادات. إذن قبل الدخول في تفاصيل موازنة 2024 أود أن أشير إلى أنه اليوم كان يوم حافل بالمناقشات في السراي الحكومي، حيث عقدت الجلسة الأولى الصباحية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان على جدول أعمالها 27 بندا أقرت منهم البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق بشأن تزويد لبنان النفط الأسود، وكذلك إقرار منصة بلومبرغ بدل منصة صرف هذه المنصة التي يعني حصل انقسام حولها من قبل المحللين الاقتصاديين وأيضا بعض الخبراء في هذا المجال، وقد شرحت وزارة المالية لهذا البند. أيضا تم توقيع إصدار مرسوم لاستعادة حوالي 91 مغتربا لبنانيا استعادتهم الجنسية اللبنانية وذلك من خارج جدول الأعمال. إذن بالتركيز على موازنة 2024 أود أن أشير إلى أن هذه الموازنة تضمنت سلة من الزيادات على الضرائب واستحداث أخرى وأيضا دولرة بعض الضرائب. من أبرز هذه الزيادات نشهد أن التفئة وهي المعروفة بال
الضريبة على القيمة المضافة تحولت من 11% إلى 12% على كل المواطنين من دون استثناء، وهذه الضريبة تطال الشعب اللبناني بيومياته الاستهلاكية. أيضا من ضمن هذه الضرائب زيادة الضرائب على الرواتب والأجور بالدولار، وأيضا دولرة الرسوم على المغادرين والاستهلاك أو على الرسوم الجمركية، وأيضا الاستهلاك التصدير والاستيراد كله سار بالدولار، وأيضا زيادة الطابع من 5000 إلى 50000. يعني بتوقف مصرف لبنان عن إدانة الحكومة والدولة، نجد أن الحكومة اللبنانية تقدمت خطوة إلى الأمام، وهذه الخطوة لا تأتي إلا على حساب المواطن اللبناني من أجل تأمين إيراداتها. نعم. بعض البنود وصفت بالوقحة، طبعا أنا أنقل لسان حال المواطن، تفضل علي. هبة، هو الموضوع مناقشة الموازنة وهذه الفقرات، هل وكما ذكرتم سيتقبلها الشارع؟ سيوافق على هذه الفقرات التي طالت كل شيء تقريبا؟ نعم علي، اليوم هو اليوم الأول لدراسة مشروع الموازنة، يعني سوف نشهد في الأيام المقبلة كيف ستكون وقع هذه المواد على الشعب اللبناني وهل سيتقبلها. وهناك اعتراف أيضا من قبل المسؤولين في الدولة اللبنانية أنهما إذا استمرت سياسة يعني هروب إلى الأمام وإقرار مثل هذه المواد من دون دراسة ومن دون خطط اقتصادية مدروسة ومن دون إصلاحات، فإنها سوف تؤدي إلى انفجار اجتماعي. يعني كنت ذكرت لك أن البعض يصف هذه المواد بالوقحة وأنها موازنة جائرة وتغيب عنها العدالة الاجتماعية وأيضا المساواة، وهي لا تأتي إلا على حساب الشعب اللبناني من أجل إفقاره، ويعني تبرئة النافذين في البلاد من دفع الضرائب، خصوصا عندما نتحدث عن الأملاك البحرية مثلا، هناك يعني أبواب كثيرة لإيجاد الإيرادات لا تأتي على الحساب المواطن، إلا أن الحكومة لم تلجأ إلى مثل هذه الأبواب. واضح. هبة عياد مراسلتنا في بيروت، سنكون معك في نشرات وتغطيات لاحقة لمتابعة هذا الملف. شكرا هبة. إلى عناوين النشر. وكأنه ليس جزءا منه، بارزاني يطالب العراق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة، وحكومته تدعو المجتمع الدولي للتدخل. قبل الشروع بالتظاهرات، عمليات كركوك تشترط الموافقات، والسودان يزور المحافظة قريبا تمهيدا لميثاق وطني. بنجاح منقطع النظير، الداخلية تعلن انتهاء الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين، وتوجه بإعادة القطاعة لوضعها الطبيعي. لم يسلم منها الموتى، ضرائب جديدة تفرضها حكومة لبنان بموازنة العام المقبل، والمسؤولون يواصلون سياسة الاستغناء عن الليرة. كانت هذه الظهيرة للمزيد من الأخبار، تابعونا على موقع القناة الرابعة دوت تي في. شكرا لكم، إلى اللقاء.